السلام عليكم. هي أمريكا من جديد تلقي بدلوها في بئر منطقتنا العميقة، البئر التي عكر صفو مائها ذاك الكيان المحتل صانع الأزمات الذي زرعه استعمار قديم مقيت كمسمار جحا في منطقتنا البائسة. الأمريكي هذه المرة بعث بمستشارين اثنين لإنهاء حرب شب ضرامها استعرض في لبنان. مستشار منهما سيرته الذاتية تشير إلى أنه أدى خدمة عسكرية في الجيش. لا نتحدث ها هنا عن جيش أمريكي، بل عن جيش الاحتلال لذاك الكيان. وبعيداً تماماً عن هذه السيرة، نبقى في هذه المسيرة، والمسيرة تأتي بسؤال قديم حديث: أتمتلك أمريكا بالفعل 99% من أوراق اللعبة، من أوراق الحل والعقد، من أدوات الضغط لتحقيق سلام عادل يجنب المنطقة ويلات الصراع وسفك الدم، أم أنها أضحت لعبة كراسي موسيقية فاز بدفة التوجيه فيها رئيس حكومة الاحتلال لتنفيذ أحلام توسعية تلمودية ينطفئ معها أي بريق للنور والتهدئة، أي بصيص أمل لإعادة المهجرين قسرا إلى حياتهم قبيل برد الشتاء، قبيل انتخاب ساكن جديد لبيت أمريكا الأبيض. وحتى إن جاء ذاك الساكن الجديد إلى سدة الحكم وزهو المنصب، أبيده أن يستعيد دفة التوجيه من رئيس وزراء احتلال صفق له 81 مرة في 55 دقيقة فقط في الكونغرس، وكأنه توغل حتى أحكم الخناق على مفاصل الدولة الأمريكية. بيد أننا مع كل هذه المعطيات الظلماء المعتمة لا نقنط أبداً، فلحكمة ما هي تضيق وتضيق حتى تستحكم حلقاتها، لكن عند الله منها المخرج، فصبر جميل. من العاصمة بين القاهرة وشرق أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من ملف اليوم، وتحت عنوان الولايات المتحدة تكتسب الثقة بإمكانية التوصل لوقف إطلاق النار في لبنان قريبا، كشف موقع أكسيوس الأمريكي في تقرير أخير له عن تقدم كبير في المفاوضات التي تديرها الإدارة الأمريكية بشأن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله خلال الساعات 24 الماضية، وسط تقديرات بأنه سيكون إنجازاً كبيراً للرئيس الأمريكي جو بايدن في أشهره الأخيرة في منصبه. الموقع الأمريكي أشار وفقاً لمسؤولين أمريكيين على دراية مباشرة بالقضية إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لم تتوصل بعد إلى اتفاق نهائي مع إسرائيل ولبنان، إلا أن ما أحرزته رحلة الوسطاء التي قام بها مستشار بايدن أموس هوكستاين إلى بيروت الأسبوع الماضي من تقدم كانت مشجعة بشكل كاف لإرسال الرئيس كل من هوكستاين ومستشار البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط بريت ماكورك إلى إسرائيل هذا الأسبوع. موقع أكسيوس الأمريكي كشف أيضا عن بنود مسودة لاتفاق بين إسرائيل والحكومة اللبنانية يتم تنفيذه خلال فترة 60 يوما، وبموجبه تسحب إسرائيل جميع قواتها من لبنان على مراحل لا تتجاوز 7 أيام بعد إعلان وقف لإطلاق النار. إذن في محاولة أمريكية جديدة لوقف نزيف الحرب في منطقة الشرق الأوسط، أرسلت الإدارة الأمريكية مستشارين كبيرين للرئيس الأمريكي جو بايدن وهما أموس هوكستاين وبريت ماكورك إلى إسرائيل من أجل التوصل إلى اتفاق دبلوماسي بين حزب الله وإسرائيل والتخفيف من حدة الحرب الإقليمية في المنطقة في توقيت حساس تتصاعد فيه التوترات الإقليمية. في
توقيت حساس حيث تتصاعد التوترات الإقليمية في المنطقة. يعول الجميع على زيارة مستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن أموس هوكستن وبريت ماكجورك إلى إسرائيل، والتي سيبحث خلالها الطرفان إنهاء التصعيد العسكري بين حزب الله وإسرائيل في لبنان. الزيارة تأتي ضمن جهود دبلوماسية تهدف إلى تحقيق اتفاق يسمح للمدنيين النازحين بالعودة إلى منازلهم. هوكستن المعروف بخبرته في الملفات الإقليمية وماكجورك المسؤول البارز في الشرق الأوسط تحمل زيارتهما دلالات قوية حول رغبة واشنطن في احتواء الوضع. مسؤولون أمريكيون أشاروا إلى أن وجود هوكستن مع ماكجورك يعكس توافقاً من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمسار التفاوض، ويمثل تطوراً إيجابياً نحو تهدئة الأوضاع، لا سيما مع تشديد الإدارة الأمريكية على ضرورة تفادي اندلاع نزاع أوسع في المنطقة. ومن جهة حزب الله، فإن الزيارة تأتي بعد تولي نعيم قاسم منصب الأمين العام للحزب خلفاً لحسن نصر الله، مما يفتح الباب أمام خيارات جديدة قد يدرسها الحزب في سياق التهدئة. ومع ذلك يظل نجاح الوساطة الأمريكية مرهوناً بقدرة الطرفين على تقديم تنازلات تؤدي إلى تحقيق هدنة دائمة وإيجاد أرضية مشتركة تعزز استقرار المنطقة. يظل التساؤل حول مدى نجاح الوساطة الأمريكية مرهوناً بمدى تجاوب الأطراف مع الضغوط الدولية واستعدادهم للتنازل للوصول إلى تسوية توقف التصعيد وتوفر حلاً مستداماً يخفف من معاناة المدنيين ويدعم استقرار الحدود. للمزيد من القراءة والتحليل اسمحوا لي أن أرحب بضيوف ملف اليوم على شاشة القاهرة الإخبارية. من القاهرة الدكتور أسامة السعيد رئيس تحرير جريدة الأخبار المصرية، من واشنطن السيد برينت سادلر المسؤول السابق في البنتاغون، من بيروت كل من العميد بهاء حلال خبير الشؤون العسكرية، وأيضا السيد عبد الله نعمة الباحث في العلاقات الدولية. أهلا بكم جميعا في ملف اليوم على شاشة القاهرة الإخبارية، واسمحوا لي أن أبدأ النقاش مع ضيف الكريم من القاهرة الدكتور أسامة. دكتور أسامة، بادئ ذي بدء، هل الأمال تتزايد مع اتفاق لوقف إطلاق النار يلوح في أفق مفاوضات للتهدئة استمرت على أكثر من أو على مدار أكثر من عام من أكتوبر 2023 وحتى الآن؟ كيف تقرأ هذا الأمر؟ أولاً بعد التحية لحضرتك والسادة الضيوف وكل السادة المشاهدين، يعني أنا بعتقد أن هناك تحركات حسيسة ربما هي أكثر كثافة في الساعات الأخيرة في محاولة للحاق بإنجاز ما على الأرض قبل إجراء الانتخابات الأمريكية بعد عدة أيام، لكن في تقديري المسألة تتوقف على مدى ما تحمله هذه الزيارة للمبعوثين الأمريكيين رفيعي المستوى، خاصة أن هذه ليست الزيارة الأولى وكانت هناك عدة زيارات سابقة لم تحقق أي إنجاز أو أي تقدم يذكر. وبالتالي أعتقد أن ما تسرب من بنود يحاول الوسطاء الأمريكيون أن يقدمونها في خلال هذه الزيارة هي مسألة تحتاج إلى كثير من التدقيق، خاصة أن هذه الشروط التي يحاولون أن
يقدمونها للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار ومن ثم الوصول إلى حل سياسي هي شروط صعبة للغاية. وبالتالي أعتقد أن مسألة نزع سلاح حزب الله وإبعاد قوات حزب الله عن الشريط الحدودي وإحلال الجيش اللبناني محل هذه القوات هي مسائل لها تعقيدات كبيرة في الداخل اللبناني ولها تعقيدات أكبر بكثير من فكرة وقف إطلاق النار. وبالتالي أعتقد أن المسألة ليست بالسهولة التي يتصورها المبعوثان الأمريكيان أنهم سيقدمون مجموعة من البنود يتم قبولها فيعلن وقف إطلاق النار. أنا أعتقد أن الشروط التي تسربت حول الاتفاق الذي جاء به المبعوثان هي شروط صعبة للغاية وتدخل لبنان في تعقيدات كبيرة للغاية. وبالتالي المسألة في تقديري أكبر بكثير من فكرة وقف إطلاق النار، لأن ما تريده إسرائيل وما يحاول المبعوثان الأمريكيان أن يسوق له مسألة تتجاوز فكرة وقف إطلاق النار. هم يحاولون أن يغيروا طبيعة الواقع على الأرض، وهذه مسألة صعبة للغاية وتحتاج إلى ترتيبات معقدة. أتصور أن الوقت ليس في صالح هذه الترتيبات. إذن دكتور أسامة، بما أننا نتحدث عن الوقت ونتحدث عن الأمطار الأخيرة أيضا على سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية لانتخاب ساكن جديد للبيت الأبيض، هذه الأمطار لن تسرع الحل بل من الممكن أن ترجئه. صحيح، أعتقد ذلك، وأعتقد أن ما حدث اليوم ومن إشارات واضحة لتصاعد حدة القتال اليوم أكبر حصيلة من القتلى في إسرائيل نتيجة قصف من جانب حزب الله حدث اليوم، وكأنها رسالة واضحة إلى أن حزب الله مستمر في عملية القتال. هناك أيضا تصعيد من جانب إسرائيل لقصف المدنيين اللبنانيين والقرى اللبنانية في المناطق الحدودية. هذه أعتقد رسائل متبادلة على الجانبين، وكأن كل طرف يحاول أن يبعث للطرف الآخر أن جهود وقف إطلاق النار لن تكون عائقا أمام مواصلة القتال وأمام مواصلة التصعيد إذا ما استمر الجانب الآخر في التصعيد. وبالتالي أعتقد أن الموقف معقد للغاية، دقيق للغاية. مسألة التفاؤل بأنه يمكن الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غضون ساعات مسألة تحتاج إلى الانتظار والتريث، لأن المسألة بالفعل معقدة ومعقدة جدا. المسألة معقدة بل معقدة جدا كما وصفت دكتور أسامة، لكن من الممكن أن يكون أو البعض يرى أن فترة 60 يوما قد تكون بها الحل. أنتقل بهذا الأمر إلى واشنطن والسيد برينت سادلر ضيف الكريم من هناك. سيد سادلر، في تقدير خلال فترة 60 يوما مدة الهدنة المقترحة، ما هي آفاق بلوغ اتفاق حقيقي يقضي بوقف لإطلاق النار مع كل هذه الأمور الصعبة التي سردها ضيف الكريم من القاهرة؟ من وجهة نظري أعتقد أن السبيل الأمثل والأيسر والمنهجية التي يمكن أن نتبعها بشكل يسير أن تنتهي الهجمات من جانب حزب الله باتجاه إسرائيل، لأن هذا يؤثر على الإسرائيليين وكذلك يؤثر على اللبنانيين، وهذا إذا توقف سوف يسمح لكل المواطنين العودة إلى أماكنهم، وبالتالي يمكن بدء المفاوضات الجادة إلى وقف إطلاق النار، فبالتالي يمكن تحقيق السلام المستدام بكل الطاقة الممكنة. وبالتالي نزع السلاح عن حزب الله ليس بالهدف الجديد، لقد كان ذلك الهدف موضوعا على مدار عقود من الزمان، وهذا دلالة كبيرة على فشل بعض القوات مثل اليونيفيل، وهي مهمة الأمم المتحدة من منع حزب الله والجماعات المسلحة من تنفيذ هجمات عبر الحدود. نعم سيد سادلر، أنت تحدثت عن أن الأمر قد يقف أو يوجد إيقاف لإطلاق النار إذا ما تم انتهاء الهجمات من حزب الله فقط تجاه إسرائيل، ألا ترى الجانب الآخر أن تنتهي الهجمات الإسرائيلية على حزب الله، أن تنتهي الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة التي تعدت أكثر من عام؟ نعم بالطبع، أعتقد أن هذا الأمر متبادل في المقام الأول. كل الهجمات والعدائيات لابد أن تتوقف من أجل بدء وقف إطلاق النار وبدء المفاوضات الجادة، فبالتالي كل هذه العدائيات المتبادلة لن تسمح إلى مزيدا من الجهود الدبلوماسية التي تمكن من الوصول إلى تلك الأهداف السلمية، فبالتالي هذا يؤثر على الشعب اللبناني وكذلك الشعب الإسرائيلي الذي يتأثر بشكل بالغ بسبب هذه الهجمات المتبادلة. لابد من الوصول من خلال هذه الفترة منها الهدنة إلى مفاوضات جادة لوقف إطلاق النار من أجل تحقيق السلام الآمن والمستدام. نعم، أذهب إلى العاصمة اللبنانية بيروت وضيف الكريم إن هناك سيادة العميد بهاء حلال. سيادة العميد، كيف تقيم
التصريحات التي خرجت عن اتفاق محتمل قريب بين إسرائيل وحزب الله في ضوء التطورات الأخيرة على ساحة القتال، هل تتفق معها أم أنك تتفق مع ضيفي من القاهرة أن الصعوبات أكثر بكثير من هذا الأمر، ما يودي في النهاية إلى عدم وجود وقف لإطلاق النار؟ تحياتي لكم ولقناتكم الكريمة وتحياتي للضيوف الكرام. أنا أتفق مع صديقنا من القاهرة مع ضيفكم الكريم أن الصعوبات جمة، يعني نحن نجد اليوم مسار يشبه مسار المفاوضات الذي سار به العدو الإسرائيلي في غزة. هناك أكثر من جولة مفاوضات، بالتالي كان السيناريو هو الأمثل، يقترح بايدن، يأتي بلينكن، يذهب إلى نتنياهو، يخرج من عند نتنياهو يقول أن حماس لا تريد أن تطبق الاتفاق، بالتالي هو يكون يؤمن المتطلبات الأمنية لنتنياهو. نحن اليوم نجد أن الأمور المشجعة تصدر فقط من تصريحات إعلامية من إسرائيل، من عند العدو الإسرائيلي، وبعض التصريحات من الولايات المتحدة الأمريكية، لكن حتى الآن لم نجد أي إسقاط هذه الآليات التنفيذية لما يسمى مسودات اتفاق. لكن ما نجد شيئا مشابها لنفس المقررات. هناك صعوبات جمة، يجب وقف إطلاق النار، أولا يجب انتهاء العدوان الإسرائيلي الذي لم يطبق أصلا، العدو الإسرائيلي لم يطبق قرار 1701 منذ عام 2006. الاعتداءات البحرية والاعتداءات الجوية والطلعات الجوية في سماء لبنان، وحتى الاعتداءات البرية التي جابها الجيش اللبناني أكثر من مرة على الخط الأزرق، كانت كثيرة وكثيرة وكثيرة، لا تعد ولا تحصى. أن ما يحدث اليوم من إبادة جماعية في غزة وفي لبنان هو مثل على ما يقوم به العدو الإسرائيلي. لذا يجب وقف إطلاق النار أولا، ثم يصار خلال 60 يوم إلى تطبيق 1701 بحذافيره. ونعلم أن هناك صعوبات كما قال ضيفك الكريم في موضوع تطبيق 1701، لكن الدبلوماسية اللبنانية تعهدت أنها تريد أن تطبق 1701، وأعتقد أننا اليوم ما سيسهل تطبيق 1701 هو الميدان، والميدان هو الحد الفاصل. إذن سيادة العميد، أنت ترى أن هوكستاين ومكورك المبعوثين الأمريكيين إلى المنطقة، إلى إسرائيل وإلى لبنان، يسيران على درب بلينكن الذي زار المنطقة ل 11 مرة أو 12 مرة ولم يأتي بجديد؟ أنا أعتقد صديقي العزيز أن حدث شيء ما يوضح لنا ما الإجابة على هذا السؤال. في 25 أيلول تقريبا أو 24 أيلول أتى هوكشتاين إلى لبنان، وبالتالي اتفق مع الرئيس بري على مقترح وقف إطلاق النار. ناقش الرئيس بري المقاومة وبالتالي الحكومة اللبنانية، واتخذوا قرارا بالاتفاق على وقف إطلاق النار، وكان السيد نصر الله موجودا حينها وقد وافق على وقف إطلاق النار بتفاصيل مشجعة جدا. ومن ثم أبلغ الرئيس بري من قبل المفادين والوسطاء أن هناك قرارا سيتخذ في مجلس الأمن، وبالتالي ذهب الرئيس ميقاتي إلى مجلس الأمن على عجل من أجل تلقي نقاش موضوع وقف إطلاق النار، وبالتالي إصدار هذا القرار. وكان هنا كل الأطراف موافقة على وقف إطلاق النار وتطبيق 1701، لكن فجأة نتنياهو من على منبر الأمم المتحدة أخذ قرارا في هذا المنبر الذي يحمي السلم الدولي، اتخذ قرارا بتصفية السيد نصر الله وضرب منطقة الضاحية بلا هوادة، وبالتالي هدم منطقة سكنية فيها أكثر من 20 مبنى بصواريخ أمريكية. نعم سيادة العميد، لو تسمح لي في نبأ عاجل، نفى مصدر مصري رفيع المستوى ما تردد في بعض وسائل الإعلام المغرضة بشأن استقبال ميناء الإسكندرية السفينة كاثرين الألمانية والتي تحمل مواد عسكرية لصالح إسرائيل، وأنه
لا صحة لذلك إطلاقا، وتأتي تلك الأكاذيب في محاولة من العناصر والأبواق المناهضة للدولة المصرية لتشويه الدور المصري التاريخي والراسخ في دعم القضية والشعب الفلسطيني. مرة أخرى مشاهدينا الكرام، هذا الخبر العاجل الذي ورد إلينا نفى مصدر مصري رفيع المستوى ما تردد في بعض وسائل الإعلام المغرضة بشأن استقبال ميناء الإسكندرية السفينة كاثرين الألمانية والتي تحمل مواد عسكرية لصالح إسرائيل، وأنه لا صحة لذلك إطلاقا. تأتي تلك الأكاذيب في محاولة من العناصر والأبواق المناهضة للدولة المصرية لتشويه الدور المصري التاريخي والراسخ في دعم القضية والشعب الفلسطيني. عودة مرة أخرى إلى ضيوف ملف اليوم، وأنتقل بسؤالي أو أبقى بسؤالي في بيروت أيضا، لكن مع ضيف الكريم من هناك السيد عبد الله نعمة. السيد عبد الله، هوكستاين طلب بضرورة إنهاء الربط بين الجبهتين، جبهة لبنان أو جنوب لبنان وجبهة غزة، والذي يطلق عليه حزب الله مسمى جبهة الإسناد. برأيك لأي درجة أصبح حزب الله مستعداً لإبرام صفقة مع إسرائيل منفصلة عن الحرب في غزة؟ مساء الخير ليك ولضيوفك ولجميع المشاهدين. أهلا بك. أنا بعتقد أن موضوع فصل المسارات هذا صار ورا ظهرنا. نعيم قاسم أمين عام حزب الله تحدث عنه وقال إحنا كنا عم فايتين بحرب مساندة لما اتجه نتنياهو على لبنان، صرنا بحرب دفاع عن لبنان. والرئيس بري بلغ أمريكا وبلغ هوكشتاين أنه بالنسبة لموضوع فصل المسارات حزب الله والدولة اللبنانية موافقين على فصل المسارات وعلى تطبيق 1701. وأنا بعتقد أن نتنياهو لو هو جدي بتطبيق 1701، هو قرار أساسا متخذ وقرار دولي موجود، وهو أساسا فتح حرب على جنوب لبنان على أساس هو بده يجبر الدولة اللبنانية وحزب الله على تطبيق 1701. ولما لبنان وافق على تطبيق 1701، نتنياهو اليوم هو اللي عم يتلكك بموضوع 1701. بعدين أنا ما بعتقد أنه في بوادر لموضوع أي اتفاق، والبوادر كتير ضئيلة، وخاصة أنه هو عم بقوم بحرب تدميرية بشكل يعني ما بعتقد أنه في حدا بده يفوت على المفاوضات وبيعمل اللي عم بيعمله نتنياهو. نتنياهو عم بيبني مدن، مدينة صور أبدا، مدينة تراثية، مدينة صغيرة فايتة بقلب البحر ما فيها غير المطاعم والمقاهي والبيوت والمحلات التجارية، لا فيها قواعد عسكرية ولا فيها أي مراكز لحزب الله أبدا أبدا. اليوم أشوف شو عم بيعمل بالكرة العشرية الحدودي، الكرة العشرية الحدودي عم بفوت عليها، عم بفجرها وعم بيسويها بالأرض. ما سيد عبد الله أتحدث عن الربط ما بين الجبهتين، جبهة جنوب لبنان وغزة. لا، ما انا ما بعتقد انه بعد في هذا الموضوع صار ولا ظهرنا، بعد موضوع في موضوع الجبهتين قائم، موضوع الجبهتين انتهى، انا بعتبر صار انه ولا ظهرنا. اليوم المشكله هو وقف الحرب على لبنان. الدوله اللبنانيه عم تطالب وقف اطلاق النار والتفاوض، نتنياهو بده اداره التفاوض تحت النار. موضوع التفاوض تحت النار هو اللي بيحكمه الميدان، انا هيك برايي. هيدا السبب الخلاف. ما بعتقد أن نتنياهو رايح على اتفاق يعني على وقف اطلاق نار، خاصة بالكام يوم هذول اللي جايين، لأنه ما بعتقد أنه هو يعني قبل الانتخابات الأمريكية يوافق على وقف اطلاق نار، حتى لو بده يوافق. إذن التصعيد الحاصل اليوم في المنطقة يعني هي تكملة بالطبع للتصعيد الموجود على مدار الأيام الماضية، أكبر حصيلة من القتلى في صفوف جنود الاحتلال في الجنوب اللبناني، أيضا هناك استهداف لعدد كبير من القرى اللبنانية في جنوب لبنان، هي رسائل متبادلة من أجل الضغط في هذا الإطار الذي تتحدث عنه. أنا صحيح، وأنا بعتقد أنا اللي شايفه هالأيام اللي جاية، هالكام يوم اللي جايين قبل الانتخابات الأمريكية، أنا بعتقد وتيرة التصعيد بدها تزيد كثير، وخاصة أن اليوم صار في حدث بجنوب لبنان لأول مرة، أنه جيش الاحتلال طلب من مخيم الرشيدية اللي هو المخيم بمنطقة مدينة صور للإخلاء. المخيم الرشيدية عدد سكانه حوالي 100-150 ألف نسمة، طلب للإخلاء نهائيا من قلب المخيم. المخيم الرشيدية هو على الشاطئ البحري لمدينة صور، يعتبر يعني جانب مدينة صور. أنا بعتقد أنه هذا الموضوع له دليل، وخاصة أنه بعد ما هو طلب إخلاء المخيم، طلب إخلاء كل القرى اللي هي يعني بمحاوزة مدينة صور.
بعتقد انا انه يمكن اسرائيل توسع عدوانها على لبنان من هلا لخمسة شهر، وتفكر بممكن تفكر بانزال بحري من جهه مدينه صور ومخيم رشيديه. وليش على مخيم رشيديه؟ لانه مخيم رشيديه بالذات ما في وجود لحزب الله. بعتقد انا في شيء عم بينطبخ يعني من وراء الاضواء بالنسبه لاسرائيل. وما بعتقد انه التصعيد اللي عم تعمله اسرائيل الكبير بيدل على انه في مفاوضات هلا بوقت الحاضر او اتفاق وقف اطلاق النار. نعم، اعود مره اخرى الى القاهره وضيفي الكريم الدكتور اسامه السعيد. دكتور اسامه، هناك عده تقديرات ذهبت الى ان زياره هوكستاين وايضا مستشار البيت الابيض لشؤون الشرق الاوسط ماكجوركي الى اسرائيل تحمل معنى ان نتنياهو ربما بات يمتلك اراده سياسيه حقيقيه لوقف الحرب هذه المره وليس كسابقاتها. هل تتفق مع هذه الرؤى؟ يعني كنت أتمنى أن أتفق مع هذه الرؤية. أعتقد أن بنيامين نتنياهو ليس لديه أي إرادة سياسية لوقف الحرب على أي جبهة، لا على الجبهة اللبنانية ولا على جبهة قطاع غزة، لأنه كما نعلم جميعا هو يريد استمرار هذه الحرب ليبقى في منصبه، يريد أن يبقي الحرب مشتعلة إلى حين انتهاء الانتخابات الأمريكية لكي يقدم وقف إطلاق النار هدية للرئيس القادم للبيت الأبيض. وبالتأكيد هو لديه مرشح مفضل وهو دونالد ترامب، ولكن أعتقد أن بنيامين نتنياهو ليس لديه حتى هذه اللحظة الإرادة السياسية الجادة والصادقة لوقف إطلاق النار. ربما يخوض جولات متعددة من المفاوضات، يبعث بمفاوضين، يلتقي بمسؤولين، لكن في النهاية ما يقدمه من حلول أنا أتصور أنها لا ترقى إلى الجدية المطلوبة لأن ينخرط بفاعلية في اتفاق ينهي هذه الحرب ويوقف وقف إطلاق ويوقف إطلاق النار. ولكن أتصور أن بنيامين نتنياهو الاستراتيجية التي يتبعها هي استراتيجية استنزاف الوقت واستخدام هذه الحرب كوسيلة سياسية للبقاء في السلطة ولدعم شعبيته، خاصة في ظل الإنجازات الميدانية التي حققها على مدى الأسابيع الماضية، سواء باستهداف عدد كبير من قيادات حزب الله أو بضرب إيران أو باغتيال السنوار في غزة وعدد من القيادات البارزة في حركة حماس. كل هذه أمور أعتقد أن بنيامين نتنياهو يتصور أن ذلك يساعده في إعادة شحن رصيده في الشارع الإسرائيلي، وبالتالي هو لن يفرط في هذه الفرصة التي تمكنه من استمرار الحرب وتحقيق أهداف سياسية أبعد مدى. النقطة الثانية أن في تقديري أن بنيامين نتنياهو لن يكتفي بمسألة وقف إطلاق نار محدودة، هو يريد أن يغير معادلة سياسية موجودة ومستقرة منذ 2006. هناك رأي موجود في إسرائيل في داخل القيادة الإسرائيلية يشير إلى أن هناك ضرورة لتغيير الواقع السياسي في لبنان الذي يمثل دعما ومساندة لبقاء حزب الله. هو لا يريد فقط تفكيك البنية العسكرية لحزب الله، ولكنه يريد تغيير المعادلة السياسية التي تبقي حزب الله قائما ويمثل قوة وتهديد لإسرائيل. وبالتالي هذه مسألة أبعد مدى، وأعتقد أن الشروط التي تسربت في المسودة التي جاء بها المبعوثان الأمريكيان تشير بشكل واضح إلى ذلك، أنه لا يكتفي فقط بمسألة نزع سلاح حزب الله أو عودة السلاح الثقيلة لحزب الله شمال نهر الليطاني أو غير ذلك من الاشتراطات. هو يريد تغيير شامل في البنية السياسية اللبنانية بهذا الضغط، بهذه الجرائم التي يرتكبها لدفع آلاف ومئات الآلاف من اللبنانيين للنزوح، لتغيير الرأي العام الداخلي في لبنان، وبالتالي محاولة إبقاء واقع مستدام وبعيد المدى يفقد حزب الله وجوده السياسي كما تحاول إسرائيل أن تفقد قوته العسكرية. لكن دكتور أسامة، من ينظر بدقة إلى المنطقة يجد ويليام بيرنز مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية يزور المنطقة، وأيضا المبعوثين الأمريكيين إلى إسرائيل وإلى لبنان. أمريكا بهذا الشكل تلقي بثقلها في المنطقة، هل فرغت الجعبة الأمريكية بهذا لإيجاد حل للصراع في المنطقة برأيك؟ يعني أنا بعتقد أن مجيء المسؤولين ليس مؤشرا على أن هناك إرادة سياسية مختلفة لدى واشنطن لتغيير الأمر الواقع. كثير من هؤلاء المسؤولين زاروا المنطقة، وقبل أيام كان هنا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين ولم يحقق شيء، وكنت أظهر معك في لقاء سابق وتوقعنا ألا تفضي الزيارة إلى شيء، وهذا ما حدث بالفعل.
وبالتالي أنا أعتقد أن مجيء هؤلاء المسؤولين لا يقدم كثيرا طالما لم تتوفر الإرادة السياسية، وطالما أن ما يقال في الغرف المغلقة يخالف ما يقال أمام الكاميرات. الولايات المتحدة تتبع منذ بداية هذه الأزمة خطابا مزدوجا، خطابا يتحدث عن ضرورة وقف إطلاق النار والذهاب نحو حل سياسي وعدم تغيير الواقع على الأرض وغير ذلك، بينما في الغرف المغلقة هناك حديث مغاير عن حماية أمن إسرائيل وإمداد إسرائيل بالأسلحة وفتح جسر جوي لتوفير كل ما تحتاجه إسرائيل من عتاد ليمكنها من استمرار هذه الحرب التي لولا هذا الدعم الأمريكي غير المحدود لما استطاعت إسرائيل أن تستمر في هذه الحرب على مدى أكثر من عام لأول مرة في تاريخها. وبالتالي علينا أن نعيد قراءة الحقائق الموضوعية التي تشير إلى أن الولايات المتحدة حتى هذه اللحظة ليس لديها إرادة صادقة ورغبة حقيقية في ممارسة ضغط كبير على حكومة بنيامين نتنياهو لتنخرط بجدية في مفاوضات تفضي إلى وقف إطلاق النار. نعم، ننتقل إلى واشنطن العاصمة الأمريكية وضيف الكريم من هناك سيد سادلر. سيد سادلر، الولايات المتحدة تؤكد دوما في الخفاء وفي العلن كذلك على دعمها الكامل لأمن وسلامة إسرائيل. برأيك ما الضمانات الحقيقية التي من الممكن أن تقدمها الشريكة الاستراتيجية لتل أبيب لأجل موافقتها وإبرامها اتفاقا يقضي في النهاية بإنهاء الحرب على لبنان؟ لا نتحدث عن غزة هذه المرة، نتحدث عن لبنان. بكل وضوح فيما يتعلق بلبنان وبشكل مباشر، أعتقد أن الأمر الأهم بالنسبة لأمن إسرائيل هو الحدود الشمالية وكذلك إزالة قوات اليونيفيل التي فشلت فشلا كبيرا في مهمتها في تلك المنطقة. وبالطبع هناك دعم للولايات المتحدة في مجلس الأمن وكذلك حث كل حفظة السلام وكل الدعم المقدم للقوات المسلحة اللبنانية من أجل ضمان الفاعلية التامة للقوات المسلحة اللبنانية في مواجهة هذه العدائيات. وبالتالي هذا بالنسبة للولايات المتحدة هذا هو السبيل الأمثل من أجل الوصول إلى وقف إطلاق نار مستدام بين حزب الله وإسرائيل. مع الوضع في الحسبان العوامل السياسية في الولايات المتحدة وكذلك الانتخابات التي أصبحت على مقربة كبيرة، فبالتالي ليس من المحتمل أن الولايات المتحدة سوف تمارس بعض الضغوط الفاعلة إلا قبل تعيين الساكن الجديد للبيت الأبيض. نعم، سيد سادلر، أنت تتحدث عن دعم الولايات المتحدة للقوات المسلحة اللبنانية، لكن بالأمس خرجت تقارير صحفية تشير إلى أن 70% من تكلفة الحرب في الشرق الأوسط لجيش الاحتلال الإسرائيلي جاءت من الميزانية الأمريكية، ميزانية الولايات المتحدة، وبالتالي هو داعم كبير للغاية في كل ما يجري. بإمكان الولايات المتحدة أن تغلق هذه الأمور الداعمة لجيش الاحتلال، وفي نفس الوقت يشير مراقبون إلى هذا الأمر، وفي نفس الوقت يمكنها أيضا أن توجه الطرف الآخر للقبول بذلك. لا أتفق مع ذلك ومع هذا التوصيف فيما يتعلق بتمويل الولايات المتحدة للجهود الحربية الإسرائيلية، ولكن الولايات المتحدة في ظل الإدارة الأمريكية الحالية بالطبع مارست ضغوط ضعيفة جدا وواهية فيما يتعلق بالتعامل مع القضية وكذلك فيما يتعلق بالتعامل مع إيران التي سمحت إيران إلى تمويل حماس وشن هجمات 7 أكتوبر. هذا جاء بعد الضعف الكبير الذي رأيناه في التهاون في التعامل مع في العلاقات الأمريكية الإيرانية، فبالتالي هذا أدى إلى تعقيدات كبيرة وأدى إلى تأثير على عمليات الشحن البحري في البحر الأبيض الأحمر بسبب التدخل للحوثيين وهجماتهم. فبالتالي هناك حاجة إلى تجفيف مصادر التمويل لإيران ومن أجل عزل النظام في إيران وطهران التي أصبحت لها أذرع كبيرة تؤدي إلى الإرهاب والعنف في الشرق الأوسط. أدقق المعلومة التي أنت اختلفت معها، هي جاءت من ورقة بحثية لمعهد واتسون الأمريكي والذي أشار فيها إلى أن واشنطن مولت 70% من تكلفة الحرب الإسرائيلية على غزة وعلى أيضا لبنان. أذهب إلى بيروت وضيف الكريم من هناك سيادة العميد بهاء حلال. سيادة العميد، الاتفاق يتحدث عن 7 أيام تنسحب خلالها القوات الإسرائيلية من الجنوب اللبناني وأيضا المناطق التي توغلت إليها. هنا ما الضمانة كي لا تشهد هذه الأيام 7 مزيدا من الجرائم الانتقامية التي تسعى لترك الجنوب اللبناني خراب؟ هي سمة لازمت أيضا انسحاب قوات جيش الاحتلال من أي منطقة يحتلها.
سيدي الكريم لا ضمانات، وأنا أؤيد السيد عبد الله صديقنا العزيز فيما قاله أن هناك مؤشرات تظهر بالإنذارات الإسرائيلية وبالقصف الإسرائيلي الذي البارحة أيضا ذهب باتجاه قصف مركز وكثيف وعنيف لمنطقة البقاع. هناك مجازر ومجازر ومجازر، يعني والإنذارات لمنطقة الرشيدية وللقرى المحيطة في الجنوب إنه ينبئ بتصعيد، لا ينبئ بطرف يذهب باتجاه مفاوضات. أنا أعود وأقول أن المفادين الذين يأتون إلى لبنان سابقا أتوا إلى لبنان وأتوا إلى المنطقة ولم يستطعوا إقناع نتنياهو بأن لا يلتزم ببن غفير وبسموتريتش حتى لا تذهب حكومتهم إلى الجحيم. أنا أعتقد أن ما يحدث اليوم هو عملية تسويفية من أجل تقطيع الوقت، من أجل إدامة عدم الاستقرار، من أجل إدامة وإطالة مدة الحرب حتى وصول الانتخابات الأمريكية. وأعتقد أن في المدى المنظور ليس في نية نتنياهو وحكومته أن يوقفوا إطلاق النار، لأنهم يعلمون إن أوقفوا إطلاق النار الآن هم خاسرون، لأن المنجزات التي حققوها وهي في الحقيقة منجزات تكتية لم تؤدي إلى حواصل استراتيجية تؤدي إلى تحقيق أهدافهم إن كان في لبنان أو إن كان في غزة. لذا أنا أعتقد ليس هناك أي ضمانة. ما هي الضمانة في أن ينفذ العدو الإسرائيلي قبل السبعة أيام عند بداية الستين يوم مجزرة مثلا في منطقة الجنوب أو مجزرة حتى في بيروت أو مجزرة حتى في البقاع؟ لا، ليس هناك أي ضمانة. أنا أعتقد أن أعود وأقول أن العدو الإسرائيلي منذ عام 2006 العدوان الذي يمارسه بخرق الأجواء اللبنانية والبحرية هي الأساس، وهي التي ضربت مداميك 1701. الجيش اللبناني انتشر منذ عام 2006 على الحدود اللبنانية برفقة الأمم المتحدة، وكانت ورأينا ماذا يفعل العدو الإسرائيلي بالأمم المتحدة وماذا يفعل في ما كيف يقصف الجيش، كيف استهدف الرائد محمد فرحات الذي هو ضابطا في الجيش اللبناني أثناء إنقاذه لمواطنين ولم يكن يقوم بقتال في لحظتها. لكن سيادة العميد، أنت تتحدث عن مد فترة إطلاق النار الإسرائيلية في جنوب لبنان إلى صدور نتائج الانتخابات أو خروج نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية. هل الرئيس الجديد للولايات المتحدة سيأتي بمصباح سحري يحل فجأة ما يجري في المنطقة من صراعات، أم من الممكن أن يعقد المسألة؟ صديقي أبدا أنا لم أعول على هذا. أنا أقول أن الموضوع مرتبط بثلاثة بنود أو ثلاثة شروط. الأول هو الميدان وهو الفاصل، وهذه الإصابات وأعداد القتلى والجرحى في صفوف العدو الإسرائيلي الذي يقوم بالهجوم على لبنان، وبالتالي هي أعداد فاقت من 1 تشرين حتى اليوم فاقت كل أعداد القتلى الإسرائيلية في فترة الإسناد. نعم. وبالتالي هو صحيح يخترق بعض الأمتار وبعض عشرات الأمتار في الحدود اللبنانية، لكنه إلى الآن بحشده 5 فرق وبالتالي 75,000 جندي إسرائيلي تقريبا لم يستطع أن يثبت أي مركز في داخل الأراضي اللبنانية. أنا أعتقد أولا الميدان هو الفصل، ثاني الشرط الثاني هو طبيعة الاشتباك الذي يذهب فيها نتنياهو، إذ أنه من المؤكد أنه سيذهب باتجاه اغتيال ما في منطقة ما من أجل نقل الاشتباك كما نقل الاشتباك بعد اغتيال هنية في إيران، ثم ذهب باتجاه الضاحية الجنوبية واغتال فؤاد شكر ومن ثم السلسلة القيادية وصولا إلى الأمين العام. هو يذهب باتجاه يعني إعلاء مستوى التصعيد. نعم. وهو ما نراه اليوم
في كلام في المفاوضات، وبالتالي نجد في النهاية تصعيد. وأخيرا الشرط الثالث، الانتخابات الأمريكية لا أقول هي التي ستحل الموضوع، لكن اليوم إذا الإدارة الديمقراطية اليوم هي محروجة ولا تستطيع كاميلا هاريس أو بايدن أن يفرضوا على نتنياهو الشروط حتى يوقف الإبادة الجماعية في غزة أو في لبنان أو حتى ينفذ قرارات الأمم المتحدة، أعتقد أن بعد الانتخابات إذا فازت هاريس، وأنا لا أعلم إذا كانت ستفوز أم لا، إذا فازت هاريس أعتقد ستكون متحررة من هذه الضغوط وستستطيع أن تقول أريد أن أنفذ شيئا ما. وإذا أتى ترامب أنا أعتقد أن ترامب هو رجل مفاجئ، ستكون متحررة من هذه الضغوط لكن لن تكون متحررة من الدولة العميقة واتجاهها في دعم إسرائيل على كامل المسار. أنتقل بسؤالي أو أبقى أيضا في العاصمة اللبنانية بيروت، لكن مع ضيف الكريم السيد عبد الله. سيد عبد الله، حال الاتفاق ما بين إسرائيل والحكومة اللبنانية، من المتوقع أن ينتشر الجيش اللبناني، وهذا أمر صعب للغاية لكن نتحدث عما أتى به هوكستاين. من المتوقع أن ينتشر الجيش اللبناني في الجنوب، يطلع إلى جانب دوره مع قوات اليونيفيل لفرض الأمن بدور آخر، وهو تفكيك أي بنية تحتية عسكرية لا تخضع لسيطرة الحكومة اللبنانية أو الدولة اللبنانية. كيف يمكن تحقيق ذلك في ضوء طبيعة الداخل اللبناني كما ذكرت منذ قليل، وأيضا ما أبداه حزب الله من استعداد لوقف الحرب؟ ما نحن نعرف أنه حزب الله موجود كان على حدوده بعد لحد هلأ، والجيش اللبناني كان موجود على الحدود وبعده موجود، والقوات الدولية اليونيفيل بعدها موجودة، وساد الأمن بلبنان من بعد حرب 2006 لوقتنا قبل ما موضوع إسناد غزة، كان الموضوع بجنوب لبنان هادئ جدا وما في أي مشاكل. المشكلة هي اليوم مش بانتشار الجيش اللبناني ولا انسحاب حزب الله لموراء الليطاني. حزب الله أعلن استعداده لانسحابه لموراء الليطاني ويستلم الجيش اللبناني موضوع الجنوب، والرئيس بري قال هذا الكلام أكثر من مرة، ورئيس الحكومة قاله أكثر من مرة، وقالوا أنهم جاهزين لتطبيق هذا القرار. المشكلة مش بلبنان، بلبنان الموضوع سهل جدا صدقني. بكرة هلأ هو سهل إلى هذه الدرجة؟ يعني أن يتخلى فجأة حزب الله عن أهم ورقة ساهمت في صعوده في صناعة دوره الإقليمي؟ صحيح، لعلك ليش اليوم كان في مشروع بالمنطقة هو إيراني أمريكي، هذا المشروع الإيراني الأمريكي فشل، والدليل على فشله ومن كم بقوله وقع السيف بيناتهم، وقع المشكل بيناتهم، ما بقى هذا المشروع يمشي. والدليل على كلامي هو سوريا اليوم، الرئيس بشار الأسد طلع من محور المقاومة كله وسكر المكاتب وصدر السلاح وما عم بيسند، ومش بس هيك حتى فتح الحدود هو والروس للإسرائيلية، فاتوا من جهة سوريا لحتى يوصلوا للحدود اللبنانية لحتى يعملوا ممرات ويشرفوا على موضوع الحدود. هذا الملف سقط، يعني المشروع الأمريكي الإيراني بالمنطقة عنا سقط. من شان هيك أنا بقول لك اليوم موضوع حزب الله بالنسبة لجنوب لبنان ما بقى همه حزب الله إذا كان موجود على الحدود أو ما وراء الحدود، إذا الاتفاقية 1701 بتكون مضبوطة وبتمضى بشكل صحيح وبتنفذ بشكل صحيح. ليش؟ لسبب واحد، لأنه الجيش كان موجود والقوات اليونيفيل موجودة وحزب الله كان موجودين، وقعد الموضوع أكثر من حوالي تقريبا 20 سنة على الحدود وما في أي مشاكل. طبيعة لبنان بيتأقلم مع بعضه سريع، وانت شفت اليوم، يمكن انا بختلف انا ويمكن السياسة العميد ويمكن غير كتير بيختلفوا مع حزب الله بسياسته مع ايران، ولكن لما بتوقع الواقعة مع اسرائيل الكل بيلتف حول حزب الله وبلم الشمل اللبناني خوفة على لبنان وعلى الوطن. ونحن بصراعنا مع اسرائيل دائما طول عمرنا بنعرف انه اسرائيل عدوة الشعب اللبناني كله، سواء كان حزب الله موجود او حزب الله مش موجود. نحن بدنا نقول اليوم إذا نتنياهو جدي بتطبيق اتفاق 1701 لبنان ما في مشكلة، من بكرة الصبح بيمضى وبتمشي الأمور، ولكن نتنياهو ما بده 1701، لو بده 1701 كان خلص موضوعه من أسبوع من 10 أيام، من وقت ما كان هوكستاين كان مفروض يروح على تل أبيب ويرجع على لبنان ما رجع، كان مفروض من وقتها هو يعني نتلوقف اطلاق النار. نتنياهو ما بده لأنه عنده مشروع أبعد من هيك، نحن ما عارفين لوين هو بده يوصل، وأنا بعتقد أنه هو نتنياهو عم بنفذ السياسة الأمريكية بالمنطقة
الطاقه، مش العكس، انه الامريكا هي غض النظر عن نتنياهو على ما يقوم به اليوم. نحن هل بعتقدك هو ينتظر مجيء ترامب من اجل ما وعد به بان اسرائيل يجب ان تتسع اقليميا، وهي طبعا الحلم الذي يحلم به بنيامين نتنياهو؟ لا، ما هو في شغلة تنتبه لها أنت بنفس الوقت، إنه اليوم الدول العربية كلياتها بوجود مصر ومنع مصر وموقفها الكبير لتهجير الفلسطينيين من موضوع غزة، حفاظة على القضية الفلسطينية وعلى فلسطين، هيدا الموضوع، ولمت مصر شمل كل الدول العربية بحمايتها لإلهم. هيدا المشروع الثاني اللي هو مصر قالت لا، خلى مصر اليوم هي تتزعم المنطقة العربية بالقومية العربية. وأنا بعتقد المشروع الثاني اللي هو بديل عن المشروع الإيراني هو المشروع العربي اللي هو عم تحكي حتى في إسرائيل اليوم للسلام، واللي عم يحكي فيه ترامب إنه بقى إذا هو استلم إنه هو ما عنده خلافات مع محمد بن سلمان على موضوع المنطقة اللي جاي جديد. فأنا بعتقد الموضوع محور الإيراني، هني بدي يحاول إذا تحاول إسرائيل وأمريكا بإسرائيل إنه تفكفك هيدا المشروع كلياته، مش بس بلبنان بسوريا فقط، ممكن يكون بلبنان حتى بالعراق. نعم. أنا بعتقد هذا الموضوع كبير، بده وقت كتير. وموضوع الانتخابات الأمريكية، حتى لو صار انتخابات أمريكية بكرة وطلع الرئيس، أنا ما بعتقد يمكن بعد 4-5 سنين يعني يصير حل موضوع لبنان. وإذا بده يصير حل موضوع لبنان، صدقني ل 1701 بيعطينا نتنياهو أكثر مكاسب من ما هو يدلوا بحربه مع لبنان. حرب لبنان مع لبنان بده تستنسفه، بده يخسر فيها كتير، ورمال اللبنانية صعبة جدا، لبنان غير غزة. نعم، أعود مجددا إلى ضيف الكريم من القاهرة الدكتور أسامة. دكتور أسامة، وأبقى أيضا عند هذه المسودة المسربة التي تتحدث عن الاتفاق المرتقب بين إسرائيل ولبنان وأيضا الولايات المتحدة، وهناك دول أخرى ستكون في هذا الإطار ستنشئ آلية مراقبة جديدة وإنفاذ خلال فترة 60 يوما التي تحدثنا عنها لحل النزاعات وأيضا التعامل مع الانتهاكات المزعومة. برأيك ما توقعاتك لهذا الأمر؟ هل يمكن أن يكون هذا المقترح، إذا فرضنا في التشبيه، هو استنساخ للمقترح الأمريكي بشأن إدارة دولية تطلع بدور في قطاع غزة بعد الحرب؟ يعني للأسف الشديد الولايات المتحدة أثبتت تاريخيا أنها فاشلة في تصور ما يسمى باليوم التالي دائما. لم تستطع أن تتصور ما هو اليوم التالي في أفغانستان ولا في العراق ولا في غزة، وأعتقد أنها لا تتصور ما هو اليوم التالي في لبنان أيضا. وبالتالي أعتقد أن الولايات المتحدة لا تستطيع أن تسوق هكذا اتفاق دون أن يكون مقبولا أولا من جانب الأطراف اللبنانية، لأنه لا يمكن لأطراف إقليمية أن تقبل ما لا يقبله لبنان. وأعتقد أن هناك بعض الشروط التي تضمنتها المسودة التي سربت حول الاتفاق تمس السيادة اللبنانية، ما يشار إلى أن هناك رغبة إسرائيلية في أن يكون هناك حرية تحرك أو تدخل في حالة وجود نوع من التهريب داخل الأراضي اللبنانية أو نوع من أنواع انتشار الأسلحة أو غير ذلك. هذه مسألة أعتقد أنها غير مقبولة من منطق سيادة الدول. الدول هي التي تحمي حدودها وهي التي تتصرف داخل حدودها، لكن لا أعتقد أن أطرافا إقليمية ستقبل بما لا يقبله اللبنانيون أولا. هذه واحدة. النقطة الثانية أن هناك الكثير من الاشتراطات بالفعل تبدو غامضة، هناك العديد من البنود لا تبدو على المستوى التفصيلي واضحة كيف سيتم تنفيذها، كيف سيتم تطبيق هذه البنود. صحيح أن الكل يريد وقفا لإطلاق النار، الجميع يذهب باتجاه نوع من التهدئة أو يرغب في نوع من التهدئة، لكن في النهاية هذه التهدئة مشروطة بوجود بنود قابلة للتطبيق، قابلة للبقاء على الأرض، لا يتم اختراقها ولا يتم التعلل من جانب الطرف الإسرائيلي بأن هناك خرقا ما، وبالتالي يستأنف القتال وقتما يريد. وهذا حدث في أكثر من مناسبة، والحقيقة المفاوض الإسرائيلي ماهر للغاية في اختلاق التفاصيل التي تمكنه من خرق الاتفاق في أي وقت يريد. وبالتالي أنا أعتقد أن الولايات المتحدة حتى هذه اللحظة قدمت أداء بائسا فيما يتعلق بتقديم مسودات أو مشاريع للاتفاقيات، وأعتقد أن ما قدمه الرئيس بايدن بنفسه بمشروع لوقف إطلاق النار في قطاع غزة لم يحقق المطلوب، ولم يستطع أن يضغط على بنيامين نتنياهو لكي يقبل حتى بالورقة التي حملت اسم الرئيس الأمريكي جو بايدن وتبناها مجلس الأمن. فكيف يمكن أن يقبل اللبنانيون باتفاقيات بهذا الشكل؟ أنا أعتقد أن المسألة
تبدو وكأنها نوع من أنواع الدبلوماسية، دبلوماسية الاستعراض على الشاشات، لكن لا تبدو لدى الولايات المتحدة رغبة حقيقية في إنفاذ اتفاق يمكن أن يبقى على الأرض ويمكن أن يوفر إطاراً لوقف دائم ووضعاً مستداماً لعدم التوتر وعدم التصعيد سواء على الجبهة اللبنانية أو في قطاع غزة. نعم، أنت أثرت لدي عدة تساؤلات من الممكن أن نذهب بها إلى واشنطن وضيف الكريم السيد برينت سادلر. سيد برينت، يعني مطالب هوكستاين عندما جاء إلى لبنان تحدث عن عودة الدولة اللبنانية إلى ممارسة كامل مسؤولياتها مرة أخرى، هذا الأمر سيشجع الدول المعنية في إعادة إعمار لبنان، هو ربط بين الأمرين، لماذا دوما هناك أطراف دولية مسؤولة عن إعادة الإعمار ولا نتحدث عن أن من دمر الشيء هو من بيده أن يتحمل مسؤولية ما دمر، أن تكون إسرائيل هي من تتحمل مسؤولية ما دمرته؟ أنا لا أتفق تماما، أعتقد أن هناك تأثير بالغ من جانب إيران. إيران مسؤولة بشكل كبير ومسؤول عن جزء كبير جدا من الدمار الذي حدث في لبنان. حزب الله الذي انخرط مع حماس في هذه المذبحة في 7 أكتوبر من العام الماضي التي بدأت في تنفيذ الهجمات العابرة للحدود بدعم من حماس، بدعم من حزب الله كذلك وإيران، فبالتالي هذا يجب أن يتحمله كثير من الأطراف بخلاف إسرائيل. فبالتالي يمكن أن أقول بكل تأكيد أن إسرائيل ربما تكون أحد الأطراف في عملية إعادة الأعمار، ولكن فيما يتعلق بمن يتحمل المسؤولية لهذا هي الدائرة المفرغة من العنف، بالطبع هذا يأتي على بالنسبة لحزب الله وكل القادة وخاصة القادة في طهران. فبالتالي فيما يتعلق بفشل أهداف اليونيفيل، هذا يأتي بسبب أن الحزب الله يعلم تماما نقاط الضعف، وهناك تدخل عسكري وهناك ضرب للبنى التحتية في كثير من تلك المناطق، فبالتالي هذا عرقل الكثير من مباحثات السلام والمفاوضات بشأن وقف إطلاق النار. فبالتالي نحن نتمنى أن يكون الأطراف الذين يتعاملون مع هذه الأزمة بما ينخرط فيها الشعب اللبناني والدولة اللبنانية حتى يكون في أيديهم السلام المستدام، ليس فقط على الولايات المتحدة بغض النظر عن من هو الرئيس، ولكن السبيل الوحيد لإنهاء العنف هو الشعب، شعب اللبناني الذي يجب أن يرى مسارا وخريطة عمل من جانبهم، وكذلك عددا من الأطراف في الولايات المتحدة وعددا من الأطراف في المنطقة يمكن أن تدفع هذه الجهود. ولكن ما كان واضحا أن إيران التي تدخلت بشكل مباشر وغير مباشر لم تعمل لصالح الشعب الفلسطيني ولا كذلك الشعب اللبناني. أشكرك شكرا جزيلا سيد برينت سادلر المسؤول السابق في البنتاغون الأمريكي، كما أشكر أيضا ضيوف الكرام في ملف اليوم. من القاهرة كان معي الدكتور أسامة سعيد رئيس تحرير جريدة الأخبار المصرية، وأشكر كذلك من بيروت كل من العميد بهاء حلال خبير الشؤون العسكرية، وأيضا السيد عبدالله نعمة الباحث في العلاقات الدولية. أشكركم شكرا جزيلا، وبالطبع الشكر موصول لحضراتكم مشاهدينا الكرام على المتابعة. هذه تحياتي كمال ماضي، في أمان الله.